الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لن يحمل السلاح مجدداً، والترخيص الذي أعطته له الشرطة ستحرمه منه. هذا ما أعلنته شرطة نيويورك التي قالت إن رخصة ترامب سوف يتم تعليقها نهائياً، كما أوضحت أنه قد تم البدء في تعليقها في بداية إبريل عام 2023 بعد توجيه الاتهامات الجنائية له آنذاك. الشرطة قالت إن المسدسين المرخص لترامب بحملهما تم تسليمهما، بينما تم نقل مسدس ثالث مدرج في رخصته بشكل قانوني إلى فلوريدا. ترامب حصل على ترخيص من شرطة نيويورك لحمل سلاح ناري مخفي لأكثر من 10 أعوام، واحتفظ بالرخصة طوال فترة ولايته إلى أن تم اتهامه بارتكاب عدة جنايات بتهمة تزوير سجلات تجارية في مارس 2023، حيث أن حيازة سلاح ناري من قبل مجرم مدان تعتبر جريمة فيدرالية.